بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غندير معكم كيكة رائعة مزخرفة بالكاوكاو على طريقتي. بسم الله، عندنا 6 ديال البيضات، عندنا قبيصة ديال الملح، وهنا وصاصية ديال الفاني، غنطربوا البيض مزيان حتى يطلع كيف كتشوفوا. خصو يطلع مزيان. وغنديروهم وحنا كنطربو. دابا غنعبروا جوج كيسان ديال الزيت وحنا كنطربوا وحنا كنخويو شويه بشويه. هاد الثاني، هاد الكيكه تبارك الله كتجي كبيره وكتعطي بزاف، كتجي لذيذه وهشه. كنتمنى تجربوها في ديوركم. دابا غنديرو ياغورت، عندي هنا ياغورت طبيعي، الا بغيتوها صغيره تقدروا ديروا النص ديال المقادير. هاد الثاني عندي جوج ديال الياغورت، وغنبقاو نطربوا على هاد الشكل. نزيدوا كاس د الحليب، كما قلت لكم كتجي كبيره هاد الكيك كيعطي بزاف. بالنسبه للطحين عندي 4 ديال الكيسان ديال الطحين وثلاثة ديال الخمارات اللي سبق لي غربلت الطحين وخلطتهم مع الخميرة، وكنبقاو نحركوها من الأسفل للأعلى. دابا غنقبطو الخليط ونقسموه على قسمين، وغنزيدو واحد غنخليوه ابيض والثاني غنزيدو فيه الكاكاو. تقريبا واحد لربعة المعالق ديال الكاكاو اللي سبق لنا غربلناه، لا بدا خصكم تغربلوه. غنقبطو واحد اللاطا اللي سبق ليا غلفتها بالقاعد ديال الزبده ودهنتها، وغنبقاو نحطو على هاد الطريقه. تبعوا معايا الطريقه،
دابا من بعد ما كملناها نقبطوا واحد كيغدو ولا موس، وغنبقاو نزخرفوا بهذه الطريقه هكا، نديو ونجيبو هكا حتى نكملو التزيين ديالنا. ندخلوها للفران 180 درجة طيب من التحت، أو نحمروها من الفوق. إذا من بعد ما خرجنا الكيك غنقبطو كونفيتير، كونفيتير اللي كان ديال المشماش ديال الليمون، وغادي ندهنو الكيك ديالنا وندردرو عليه الكوك. اذا حبيبتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي شيش على هذا الشكل كيف كتشوفوا. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه الى ما كنتوش مشتركين، وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم للقناه. الى الفيديو المجيء ان شاء الله.